دابا غنكشف كسابه واش الناقه مالي كاينه الناقه صافي وما حتى العياد باقي ما دخلش واقيلا وشنو كتقول زعما في هاد 10 ايام الاخرى غادي نقص شويه الثمن على ميمولا ها شحال البيع ديالو 130 ما سمعتي من 6500 درهم البيع ديالو نهضر معنا هذاك ابو زيد الدين شكادت انا في الدار نيا كما كتشوف انا فروخت تبارك الله تني شوف بيا قلب الهواء 140 اي صبر بنادم ماشي مشكل دابا العام اللي فات زاد واحد 50 60 الف فرانك اللي زايد 70 الف فرانك اللي زايد زايده من العام كامل وهي زايده كامل راه زايده عاوتاني في العلف راه هذا ما قول السيارة العلف هو اللي زايد هو اللي زاد غلا زعما ماشي زايده مول بهيمه زايده كما كتسمو معنا كم دازو امين الله يسهل عليه تا هو اخي الله يسهل عليه شحال باش دازو خيو 47 الله يسخر كما سمعتوا معنا 47 خير عائلة قناة الفلاح ان شاء الله مباشرة غادي نبارطاجي معكم الاجواء ديال السوق الخميس ديال السوق ان شاء الله كما كنشوفوا هاد الخيرات اللي كتواجد قدامنا عند ايوب عاطين 47 جملة خليك في الطوموبيل عندك هنا كاملين خصنا الحليب عندك شي شمع سد داك على العربي سير انا سير كما كتشوفوا معنا الخرفان كاملين سال الحليب اخو ايوب ياك كاملين سال الحليب كما كتسمو معنا كم دازو امين الله يسهل عليه تا هو اخي الله يسهل عليه شحال باش دازو خيو 47 الله يسخر كما سمعتوا معنا 47 كما كنشوفوا حاليا كيرسموا الله يسخر الخيرات تبارك الله اللي كتواجد قدامنا حاليا ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم الثمن ديالو واش دايرين في السن ديالو مخويا واش دايرين في السن ديالو هنايا شنو الحليب هادي اللي شادو السن ديالو 2 ولا 2 شحال عاطين عاطين 12 جمله عاطي الفرادي ما عاطينش 12 وما عطاش 70000 جمله والفرادي ما عطاش ما عطاش كما كنسمعوا 12 هنا 3500 درهم اللي عاطينو جمله كاين فيهم شنو الحليب اخويا ولا كاين فيهم شنو الحليب كما كنسمعوا الخوت كاين هنايا الله يسخر كما كتشوفوا هاد الاحجام ديال الخرفان فرادي ما عطينش جملة عطين 3500 والبيع ديالهم شحال كتقول ان شاء الله؟ قلنا لهم 78 78 كما سمعتوا اخوت 78 البيع ديالهم الله يدير الخير هذا اللي شادو فرادي ما عطاوكش فيه؟ لا ما عطاوش شحال اللي فين غادي؟ شحال غادي جوج ولا ثلاثة؟ جوج هو كيقول 78 اللي باغي
الله اكبر دوره تمرن وتم بقيت على شويه ولا لا من وكيد هرنك تم بقيت على شويه بقيت على شويه تم باقيت على ما ما كانش 50 هنا كاع 50 هنا في السوق ديال الخميس ما كدوش كاع 50 و 60 كاع ما كاين ما كايناش ما لا بيع لا ترى تبيع مع بعضياتها موسى دابا غير الكساب الكسابه واش الناقه هما اللي كاينين واش الناقه صافي ومتى العياد باقي ما دخلش واقيلا العياد باقي وشنو كتقول زعما في هاد 10 ايام الاخرى غادي نقص شويه الثمن على ميمولا مشات درنا هذه 50 هذاك 70 80 ما تحيدوش منها ما كيحيدوش منها وزعما دخل الاخر في هاد 10 ايام واش يهودوا ولا يطلعوا اي طلعوا دابا انت وزارك يقدر يطلع الاخر يقدر والله يدير الخير على ميم الله يدير الخير على ميم بنادم باقي مهمد وصافي مقوله ودابا حتى بنادم تلقى في المدينه ما عندهاش فين يدير الخروف كيتسنى حتى هذيك اليومين ثلاث ايام الاخر عاد كي واخا يدير كيبقاو شادين الثمن حتى والله يدير الخير على ميم الله يدير الخير كنسمعوا من الخوت الله يدير الخير الله يكون في عون الجميع 50 متى تذكرنا و 50 متى هنا في 50 ما متكوراش كاع ما متكوراش كاع و 60 و 50 انا كنت مسوق ثلاث ديال الخميسات كانت كدور تما 50 ل 45 والو ولكن هنا حتى ما كدورش هنا ما كدورش دابا شاد انت تقول لي 50 تيقول لك اشيراس انا سمعتك دابا عطيتي واقيلا 58 في هذاك ولا 58 وقال لك لا اي والله يدير الخير دابا هذاك جدو شحال العميم هذاك اللي قلبتيه 52 ودابا 50 ما يبغي حتى معاه ودابا تلك الكسب دابا ما يشوفش ولكن راه تلك السبعه وثاني تيقول لك راه تقصح شويه العلف قاصح الله يديك اجمل كي كان كيبقى ما العلف وحنا قبل ما يكون هالشيء كان العلف هو العلف معقول وين وزادوا هما المخزن فين؟ معقولة معقولة العلف ديال المخزن فين؟ معقولة الدم معقولة والله يدير الخير على ميم الله يدير الخير الله يدير الخير امين كما سمعت معنا خوت الله يدير الخير امين يا ربي امين امين كما سمعت معنا خرفان الخوت حاليا قطعهم 78 البيع ديالهم السيد عاطيه 58 فرادي ما هضرش معاه هاد الخيرات ديال البرقية تبارك الله اللي كتواجد قدامنا ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم السن ديالهم اش دايرين في السن ديالهم على ميم؟ تنيس من الحليب تنيس من الحليب عاطين شي حاجه ولا؟ 60 60 جمله فرادي ما عطاوش فرادي ما عطاوش؟ فرادي دابا ما عطاوش ما عطاوكمش كما كنسمعوا خويا جمله عاطين 3000 درهم جمله كما كتشوفوا معنا خرفان المليح والجمله لا المليح كاين تبارك الله لا كاين تبارك الله زين فرادي ما عطاوش ياك انا لا ما عطاوش فرادي فرادي قليل حتى الشاري واقيلا قليل ولا كاين شاري لا الشاري باقي باقي ما دخلش باقي الشاري باغي الرخام وهذاك الشيء دايرين الثمن والناس يبغوا الثمن معقوله معقوله وهذا راه امين يا ربي امين يا ربي امين الله يصاوب الكساب وهي بغينا كل شيء عيب وبغينا حتى الكساب ما يضرش ما يضرش ان شاء الله وتدرويش تدرويش ما بغيناش يضر ما يضرش باقي غتكون ان شاء الله غتكون البركه غتكون البركه وغيعيد كل شيء ان شاء الله داك الشيء اللي بغينا الدراويش كاملين يعيدوا كان دائما داير عليهم العام راه سمان ماشي تصحابهم معقوله راه سمان وخا دايرين الثمن ماشي مشكل فهمتي؟ فهمت اه وخدي زايدين مغايزة هاني زايدين كلنا في نقول من هنا غير صبر بنادم ماشي مشكل دابا العام اللي فات زاد واحد 50 60 الف فرانك اللي زايدين 70 الف فرانك اللي زايدين زايدة من العام كامل وهي زايدة كامل راه زايدة عاوتاني في العلف راه هذا هو اللي معقول السيارة والعلف هو اللي زايد هو اللي زاد غلا زعما ماشي زايدة مول بهيمة زايدة الصيار اللي تزاد عليه هو الصيار هو اللي زايدة معقولة يبيعوها ب 20 ب 18 يبيعوها ب 20 معقولة معقولة الخايبي ما عندوش مشكل معقولة دابا هادو خرفان صغار ملي قبل ما يدخلوا للكوري شحال تخادوا؟ هادو تخادوا 30 الف ريال 30 الف ريال الواحد وعزيز الصيار ديالها دابا يلا تعطينا 60 58 جملة جملة هما غيكونوا ضاربين واحد 40 الف ولا 35 الف ديال الصيار شحال ديال الوقت هما في الكوري شي 3 شهور ولا شي 8 شهور ولا 8 شهور ولا 7 راه طايلين شو كي هانت
باقوا الشيء السلعه حليب دور يصير في الشيش كما كاش لا نقير هذه الناس لا نقير الاسلحه نقير لا وكذا ما كاينش اللي غير شادو هنا ما قول مازال عندكم شي حاجه في الكوري ولا كاين قول لي النميره ديالك عاود قول لي النميره ديالك ولا ديال الوالد ديال الوالد سير 06 07 67 58 06 56 06 عاود من الاول 06 06 67 56 77 38 الكوري غير نفسه ليه الدري عزوز راه ولات نعطيو النمره ما كاينش دابا معانا عندو الشاشه راه على عقل العربين المجتهدين ما قول معروف الله يسخر معانا كذا سمعوا هذا مزيان لا بداك لا نور الله يسخر لكم اخويا امين كنشوفوا هذو حاليا كيترشموا شوفوا الخرفان عاطين 64 زميله حاليا 3200 درهم اللي عاطينو كما كتشوف معنا الخوت خرفان 3120 درهم اللي عاطين جملة كنشوفو حاليا الخوت خرفان ترشمو داز الله يسخر ليهم ماشي معنا احجام ديال الخرفان 3200 درهم غادي نشوفو الخير هذا تبارك الله اللي كيتواجد قدامنا رانا ساعد واش عطاوك امي في الخير؟ اه عطاوك 115 والبيع ديالو ان شاء الله شحال كتقول؟ قلنا 120 تبارك الله اش ديال اثنين ولا سنة الحليب؟ اثنين ولا سنة الحليب هذا؟ عاد كيبدل عاد كيبدل عاد كيبدل اسمع شوف انا السن ديالو كيبدل تبارك الله شوفوا الخيرات تبارك الله اللي قدامنا الخوت غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله السن ديالو الثمن ديالو اش ديال السن ديالو اخويا؟ هذا يلا طلع في الثنية يلا جيت هنايا كما كتشوف السن ديالو عاطيني شي حاجة ولا اخويا؟ عطاونا في 140 والبيع ديالو ان شاء الله شحال كتقولوا؟ بغينا حنا في 180 الله يسخر جملة عاطين 140 ولا؟ جملة كما كتسمى معنا الخوت كاين هو كاين الخوت اللي غادي نبارطاجي معكم كما كتشوفوا السن ديالو الله قال بسم الله في الثنايا 7000 درهم اللي شامل حاليا الله يسخر لهم شوف هذوما الخوت حاليا اللي عاطين كاملين فيهم جملة 7000 درهم غادي نتسناو السيد الشادي باش نشوفو الى عاطين شي حاجه في الفرادي باش نبارطاجي معكم الثمن ديال الفرادي الخرفان كنشوفهم كاملين تقريبا هنايا غادي نشوفو هذا الفرادي واش عاطينو شي حاجه ولا لا تكلم ابو شعيب تكلم 110 فين اخويا خذ
شحال سامع هذاك الباب وشعيب شحال؟ فين اخويا؟ هذيك 160 غادي نشوفوا ان شاء الله اللي حاطين فيه 8000 درهم. عفوا البيع ديالو كيكون 8000 درهم 160 يوم تقطع هذه اللي قدامنا الخوت راه قالوا لنا عاطينهم 7000 درهم جمله. شوف هذا الخوت 114 اللي عاطين فيه حاليا. مية وأربعين فيه كتشوف معنا والله عندك غير هادشي راه بقا يقلبوا هنا والله ناس حريم والله ناس حريم شنو تقول 145 دابا راه معنا خوت خروف وايل مزحها هذه الاجواء ديال السوق الحقيقي كاين المليح تبارك الله عمر واحد المالكة هو هذا ابقاو تفرجوا بي انا تضحك ما كتضحكش انا كما كتشوف الخوت غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله هذا اش دير السن ديالو هذا اثنين هذا اثنين اثنين كما كتشوف السن ديالو 130 تا هو 6500 درهم كيدير السوق مزيان السوق مزيان لا السوق مزيان مزيان المليح اللي عنده المليح كما كنسمع كل عامر اللحم المليح راه داير الثمن خلى عليك اختي ها هي المليح ها التلاوي عاد واحد ها هو الطلمه الله يسخر ديال الخير كما كنشوف هاد الخيرات تبارك الله اللي كتواجد عند محسن غادي ان شاء الله نبارطاجي معكم الازمنه اللي معطيه خلفان لي راس السوق هنا كما كنشوفو هنا 15 اللي عاطين حاليا السن ديالو 2
ما كاشو من الخروف الخوص أعطينا حاليا 116 ودوك نشوف ديك اللي شادو عشرين تي مونسيل يكونوا كلهم ثنايات شحال عطيك في هذاك هو 120 البيع ديالو كما سمعنا 6000 درهم البيع ديالو السن ديالو 104 اللي عاطين كما سمعنا 5200 درهم اللي عاطين جمله ما عاطينش اخويك جمله ما عاطينش ما عطاوش جمله انا قلت لك ما عاطينش جمله عاطين في الرالي كاين هذاك اللي 5200 اسمع ليا كاين هذا اللي قدامنا حاليا 116 اللي عاطين امين يا رب كاين شويه ثمن على ميمونه كاين شويه ثمن والله يكون في عون الدور ان شاء الله البيع ديالو شحال كتقول اخويا هذا 140 نعم سمعنا 7000 درهم البيع ديالو هو لكن الخروف تبارك الله كما كتشوف الخروف كاين زين تبارك الله كاين زين اخر الله يسخر لكم وهذا اللي من هنا هذا شحال 110 كما كنشوف الخروف هذا اللي قدامنا حاليا 5500 درهم على حساب محسن الخيرات ياك على حساب محسن كما كنقول لكم الخوت الخيرات هذه اللي كتواجد حاليا على حساب محسن الله يسخر ليه حاولنا اننا نبارطاجيو معكم اثمنه ديال الخرفه الكبار ان شاء الله غادي ندخلوا باش نبارطاجي معكم كذلك ديال الخرفه الصغار الله يدير الخير الله يسخر لكم اخويا الله يسخر لك شوفوا الخيرات تبارك الله اللي كتواجد كذلك قدامنا كما كتشوفوا معنا كاملين الصراده وغادي نشوفوا الاثمنه اللي عاطين غادي تشوفوا الخيرات تبارك الله اللي قدامنا شنو عطيك في هذا خويا شحال؟ 160 والمليح لا كاين زين تبارك الله كاين زين والله الا كاين زين وكاين لالو تبارك الله دابا عندي واحد العام ما خارجش من الكوري ولا؟ العلف مزيان العلف مزيان راه باين شنو داير في السن ديالو؟ ثلاثة الجموع الأول كما سمعتم أنا السن ديالو الجموع الأول وهادو اللي هنا مورايا خويا تا هما فيهم ثنايا فيهم ثنايا وسنا الحليب عاطين شي حاجه ولا مازال باقي على الله باقي على الله كما كنسمعوا الخوت هادو اللي قدامنا حنا مازال الله وهذاك اللي سلاسي عاطينه فيه 8000 درهم كما كتشوفوا معنا الاحجام ديال الخرفان قناة الفلاح هي غالبا كتلقى كندير الخيل بزاف وهادو البيع ديالهم شحال كتقول ان شاء الله معلم معلم ما يفهم خويا غزال كيدير بخير صح مزيان الله يحفظك الله ينور كيدير واحد الويشه بخير عليه الله يحفظك راه فاش قدامنا شحال البيع ديالهم اخويا هذوك؟ البيع ديالهم 450 فرانك 5000 و 500 110 110 90000 البيع ديالهم كما كنسمعوا البيع عاطين ولا البيع ديالهم 90 البيع ديالهم كما كنسمعوا الخوت البيع ديالهم هذوك 90000 ريال 4500 درهم كما كتشوفوا معنا فيهم ثنايا وفيهم ثنايا الحليب الله يسخر لهم حاول نشد لكم الخرفان كاملين باش يبان لكم الاحجام ديالهم مع الثمن اللي طال فيهم كما كنشوف هذا اللي قدامنا 4500 درهم البيع ديالو الله يسخر